نواصل قصة نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام في تطبيقها على الولاية. ذكرنا مسألة العصا، والعصا صدر عند أهل العصمة أو عن أهل العصمة أو من أهل العصمة أعظم من ذلك وأعجب من ذلك. جاءوا ناس من الموالين لأمير المؤمنين يشكون له الأذى من واحد من الصحابة، مو شايفين الأذى منه. فتقابل معه الإمام أمير المؤمنين خارج المدينة، قال له يا فلان من شيعتي من محبيني يقولون كذا وكذا وكذا. ذاك شوية خشن اللفظ مع الإمام أمير المؤمنين، قال له وما دخلك أنت؟ يعني الحل والربط بإيدي، أنت شنو دخلك؟ كان الإمام في يده قوس، فرمى بالقوس على ذلك الرجل وإذا به ثعبان عظيم كاد أن يبتلع الرجل مع حصانه، فنادى النجاة النجاة يا علي. قال كف عن أذية من والاني ومن أحبني. فتناول الإمام ذلك القوس، هو ثعبان عظيم، صار تنين عظيم تنين عظيم، فتناوله الإمام بيده، فعاد قوس في يد الإمام أمير المؤمنين. ولا عجب ولا غرابة، يا علي يا جماعة أبو الغوص ما حد يصيح يا علي، وعلي ما يرد حقيقة. يعني يا إخوان هذا التاريخ والقصص أمامنا، يسموه منجي العذراء حقيقة. علي علي أبو الغار غياث الملهوف، إلا ثنتين ما جاوا، كل الناس جاوا إلا ثنتين، هذيك عصروها بين الباب صحت علي ما جاء. روح وين وين انت مصحك الدار؟ اذهب اين انت؟
فدفع الباب فجأة وعصروها وراء الباب وحصل ما حصل من إسقاط الجنين. وهنا يعني طبعا في لحظات قليلة بحيث أنه لم يكن هناك مجال أن للإمام علي عليه الصلاة والسلام أن ينقذ السيدة الزهراء من هذه من هذه الحادثة. So before I say I move my hand, no, it's not me move my hand. It's Rasulullah giving me this qudra. أمير المؤمنين موجود. غيرتك يا شيخنا. ها شيخنا شيخ عبد الحسن تقبل يهجمون على زوجتك ويضربون زوجتك وانت قوي وتقدر تشيل سيفك وتقاتلهم؟ تقبل يضربون زوجتك وانت واقف تباوع؟ الجواب بشكلين على هاي القضية، جواب حلي وجواب نقضي. الجواب النقضي انا انقل السؤال للشخص اللي يسألني هذا السؤال، بعدين أقول له أنا شنو، بعدين أقول له في الواقع لو هجموا على بيتك، اسمع، لو هجموا على بيتك ها وقالوا لك أولادك وبناتك، كل بناتك عندك 4-5 بنات مثلا، ها أضرب لك مثال، بناتك راح ندفنهن على قيد الحياة أمامك، ندفن بناتك ونضربك ونذبح ابنك ونهدم بيتك، كل هاي الأمور، ونعتدي عليك وعلى زوجتك مقابل أن نضرب زوجتك ونسقط جنينها، يعني تقف في باب التزاحم. أكو مفسدة صغيرة هي مؤلمة ولكن صغيرة، وأكو مفسدة كبيرة، فأنت العاقل يقبل بالمفسدة الصغيرة حفاظا في الواقع إبعادا لنفسه عن المفسدة الكبيرة.